اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوه. النهارده الموضوع كمان مهم، تجميد البويضات. النهارده الموضوع ده مهم دي لانه لازم تفهمه. الموضوع له علاقه بالبطنه برضو جدا، لانه الست في حاله تنشيط المبيض بتبقى جسمها حصل، احنا بنديلها بيدولها اساسه النساء واساسه الحقن المجهري بيدولها نوعيات معينه من الادويه بتعمل حاله استثاره و تغيرات هرمونية في الست. ممكن جدا تصل إلى درجة أنه نفاذية الأغشية عندها يحصل فيها زيادة، فتبدأ تعمل مية في المية في البطن مثلا. دي حالة بقى تجيلنا بقى نلحق نشوف الوضع ده إيه ونظبط وإلى آخره. فعشان كده لو الست دخلت في حالة تنشيط تبويض وكمان رجعنا بقى البويضات بعد تلقيحها وهي في حالة تنشيط وجسمها كله في حالة بنسميه ثورة أو فورة هرمونية ورجعنا الأجنة ودخلت في حمل، الحمل في حد ذاته هو حالة فورة هرمونية أخرى. فالست في الحالة دي دخلت من علقة لعلقة تانية، من فورة هرمونية لفورة هرمونية أخرى، فورة أعلى من الثورة. طيب فطلع فكرة التجميد، والتجميد خدمت الحكاية الست جدا، ان احنا هنجمد البويضات او الاجنة بقى او البويضات كمان خدمت الست في حاجة تانية كمان، ونرجع الاجنة في دورة اخرى. الست اللي مش متجوزة دلوقتي والسن عمال يزيد احنا عندنا البويضات بتتأثر، طب نجمد البويضات والست تنقي باختبارها جوازة اللي تتناسبها ما تبقاش مضطرة، لان احنا بنشوف مقاسي بقى. يعني كنا بنشوف الفترة اللي فاتت دي ست عندها 40 سنة فتقبل بحد مش مناسب ليها، ما بتحبوش، ما فيش توافق بكل الاشكال بينهم. ليه يا ست؟ خلاص الوقت، الوقت بالنسبة لها بقى صعب مثلا وهكذا. فلا، التجميد البويضات دلوقتي يقدر يخليها تقعد براحتها زي ما بيقولوا وتختار في الوقت المناسب. التجميد يا جماعه كلمه مهمه جدا، تعالوا نفهمها النهارده. النهارده لقاء ممتع جدا زي ما عودناكم وزي ما اكيد تابعتوا في الحلقتين السابقتين مع قمه علميه كبيره واسم كبير ينتمي للبيت العريق، المركز المصري لاطفال الانابيب والحقن المجهري. طبعا الاسم الغني عن التعريف بقياده اسماء عالميه زي الاستاذ الدكتور جمال ابو السرور والاستاذ الدكتور محمد ابو الغار. النهارده معانا ايضا اسم رائع جدا واسم متميز للغايه، الاسم القدير الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب جامعه الازهر والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب وزميل جامعه مونبليه الفرنسيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه لاطفال الانابيب والحقن المجهري. اهلا بك دكتور احمد. دكتور ايمن ازي حضرتك، اخبار حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. عايز ابدا الاول، لماذا اخترت تجميد البويضات لتتحدث عنه النهارده، وما معنى تجميد البويضات؟ لماذا دي كلمه عالميه؟ لماذا؟ لان حصل تطور جامد قوي في السنين اللي فاتت في موضوع تجميد البويضات، فبقى زي ما بيقولوا ترند، وده الحقيقه بقى بيخدم ناس كتيره قوي. ففرصه يعني بقت كويسه قوي للستات اللي بيكبر فيهم في السن ان هم يقدروا يحافظوا على الخصوبه بتاعتهم، فحاجه وقائيه اعتقد ان هي مهمه جدا. عشان كده في المركز المصري لاطفال الانابيب كنا تبنينا حمله توعيه ان احنا نفهم الناس الموضوع ده بحيث ان احنا نقدر نلحقه فيهم، لان ده حاجه مهمه طبعا. يعني ان تكون الست تحافظ على خصوبتها معناها تقدر ان هي تحمل في اي وقت هي عايزاه، وطبعا الحمل ده حاجه يعني اكيد بتفرح قلب اي ام يعني. طبعا. وزي ما انا قلت الست ممكن يتقدم لها عريس وعندها مثلا مش قبلها ضغط على وتر كويس قوي فعلا. فتجمد هي تبقى خلاص عندها بنك. عندها بنك فهي تبقى في السيف سايد وحد ما تلاقي الشخص المناسب ليها اللي هي تقدر تتجوزه وتقدر تجيب منه اولاد في الوقت اللي هي عايزاه. عمليه معقده جدا، عشان كده لما اقول معنى تجميد البويضات احنا هنفسرها للناس ببساطه شويه. هو تجميد البويضات ده يعني باختصار ان احنا ندي المريضه ادويه قويه تنشط التبويض. لحد البويضات لما بتكبر بنسحبها بره. بعد ما نسحبها بره بنديها لدكاتره المعمل، وبعد كده بيعملوهم حاجه اسمها فيتريفيكيشن. فيتريفيكيشن ده يعني تجميد سريع جدا عند درجات حراره قليله قوي، ونشيلهم عندنا فترات طويله. الفترات دي ممكن تتجاوز 10 او 15 سنه. لما الست دي بعد كده عايزه تحمل، يعني هي مثلا اخذت بويضات النهارده وهي عندها 35 سنه، وبعد كده ما لقيتش حد وتزوجت عند سن 45 سنه عايزه البويضات بتاعتها تاني،
فاللي احنا بنقدر نعمله ان احنا نفك البوابه دي تاني ونحقنها بالحاجات المنويه، نعمل عن طريقها اجلنا نزرعها جوه الرحم. الادفانتج الكبير قوي في الموضوع ده ان احنا جمعنا البوابات عند سن 35 سنه اللي هي نسبه النجاح فيها عن طريق الحقن المجهري تكون تقريبا 45%. بينما لو هي حاولت تعمل الحقن المجهري في سن 45 سنه ده مش هينفع، فبالتالي البوابات اتجمدت بنوعيتها وهي صغيره، وطبعا ده ادفانتج جامد قوي. طبعا هو بيفيد يعني نوعيه او شريحه كبيره من الناس. اي يعني بننصح دايما اي ست سنها عدى سن 35 سنه وما حصلش زواج ان هي تجمد بويضات. اي ست هتتعرض بعد الشهر لاي علاج اشعاعي او كيماوي، لان طبعا الحاجات دي كلها بتدمر المبيض ايا كان سنها، قبل ما تتعرض لده ان هي تجمد بويضات، فبالتالي تقدر تبقى حامل بعد كده في اي وقت هي عايزاه. اي ست هتتعرض او انسه هتتعرض لعمليه على المبيض، هتشيل كيس على المبيض، كيس درمويد، كيس شوكولاتي، ايا كان، ان هي تجمد بويضات قبل ما تعمل الحاجات دي، لان اي عمليه على المبيض بتاكل من المخزون بتاعه، فممكن تيجي بعد كده لما تحاول تخلف ما تقدرش تخلف. فدي كلها انديكيشنز يعني واضحه ان احنا نجمد بيها البويضات، وحاجه وقائيه ان هي تقدر تحافظ على الخصوبه بتاعتها اطول فتره ممكنه. يعني لو قربنا شويه بقى، يعني ايه التطور اللي حصل، كيف في كيفيه عمل التجميد نفسه؟ اتغير التجميد في الفتره الاخيره؟ اتغير جامد قوي، لان التقنيات اللي بتستخدم في المعمل اتغيرت قوي. يعني زمان البويضات ما كانتش بتنفع تتجمد من الاساس، بس مع الوقت ومع التطور العلمي والحاجات دي كانت الاجنه اللي بتتجمد، بس الاجنه بتتجمد والحالات المنويه بس البويضات ما كانتش بينفع تتجمد. بس مع التطور العلمي البويضات كمان بقت تتجمد، فطبعا فتح باب لناس كتير قوي. وبرضو انا بنتهز الفرصه اقول للمشاهدين ان مش تجميد البويضات بس، هو تجميد الحالات المنويه حاجه مهمه، لان حضرتك عارف ان اي برضو حد بعد الشهر هياخد اي علاج كيماوي او اي علاج اشعاعي هيدمر الخصيه زي ما هيدمر المبيض. فطبعا بننصح اي حد برضو، اي راجل هيتعرض للحاجات دي، ان هو يتجمد حالات منويه. دي حاجه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، وبتقدر تحافظ على خصوبته مدى الحياه. انا شفت حالات كتير للاسف يعني تعرضوا للعلاج الكيماوي مثلا وبعد كده ما لقوش حالات منويه للأسف. خالص للاسف. لو كان يعني كان راح وجمدها الموضوع ما كانش هياخد يعني 10 دقائق. بالظبط. ده اسهل كمان، يعني حالته تجميد حالته المنويه مش ما فيهوش اي حاجه على الرأس. كان الواحد بيعمل تحليل سائل منوي وخلاص. يعني لو انا جيت بقى عن تجميد الاجنه، يختلف ايه عن تجميد البويضات؟ لا الاجنه طبعا مختلفه تماما. الاجنه بتكون حققنا الحيوانات المنويه جوه البويضات، وصلنا لمرحله ابعد من كده ان هي اتخصبت وانقسمت، فلما يجي نفكها من التجميد غالبا بتبقى كويسه. يعني نسبه 95% بتبقى كويسه، 5% بتبقى بايظه. لو هي كويسه نسبه نجاحها تعتمد على سن الزوجه وقت ما اخذنا منها البويضات كانت قد ايه. فتختلف من السن بقى، يعني لو السن صغير نسبه النجاح ممكن تبقى 50%، لو سن 40 سنه تبقى تقريبا 20%، وهكذا وهكذا. فتجميد البويضات للست اللي هي متجوزه اوريدي في بارتنر موجود معاها، فحققنا الحالات المنويه جوه البويضات وعملنا اجنه وعدينا بيها مراحل ابعد. يعني انما تجميد البويضات الخطوه اللي قبل الكلام ده كله. يعني سحب البويضات بقى اللي هي العمليه، انا عشان اجمد بويضات لازم اسحبها، وهسحب مش هسحب بويضه، انا هسحب 20 بويضه. بص ده سؤال مهم قوي، واحنا الحقيقه بنفخر في المركز المصري ان احنا ابتدعنا تكنيك عن طريق حد معانا اسمه دكتور يحيى الفيصل، ان هو بيقدر يعمل ده عن طريق البطن. زي ما حضرتك عارف طبعا اغلب الناس اللي بييجوا بيكونوا فيرجن يعني عذراء، فطبعا بيخافوا قوي ازاي هيسحبوا لي بويضات، اكيد انا ممكن افقد عذريتي. لا احنا قدرنا نبتدع تكنيك عن طريق البطن، ان احنا نسحب البويضات دي عن طريق خرم صغير كده، ولا غرزه ولا حاجه، بندخل منه الابره ونسحب بويضات ونشيلها عندنا. والست طبعا اللي هي متجوزه او المطلقه اللي هي مش فيرجن بنسحبها عن طريق المهبل يعني. بس بنطمن قوي الناس وبنطمن قوي البنات ان هو ده عن طريق البطن، يعني المهبل بتاعك مش هنيجي ناحيته، ده اجراء بسيط جدا مفيش اي حاجه ولا فتح ولا غرز، واليوم اللي بعده حياتك كلها هتبقى بطريقه طبيعيه. سهل خالص يعني عن طريق البطن ده، من ابره مش حتى منظار. ابره مش منظار، ولا حتى بناخد فيها غرزه يعني بنحط عليها بلاستيرايه وخلاص. كانك بتاخدي حقنه يعني. كانك بتاخدي حقنه بالظبط. ولا اي حاجه، ممكن تاني يوم تروح شغلها. تاني يوم تروحي شغلك. وما بتاخدش اي ادويه قبليه؟ تنشيط تبويض. تنشيط تبويض عادي. لا لكن ما بتاخدش ادويه عنيفه ولا اي حاجه خالص. الست يعني هل يعني في عوامل قانونيه محيطه بالموضوع؟ لانه ممكن قوي مثلا راجل يكون توفى، زوجها يكون توفى، وتعمل ويكون في حقن، يعني يكون في تجميد اجنه. تجميد اجنه لا ده حاجه مهمه جدا. انا حضرتك عارف ان الاجنه دي مش بتاعت الست لوحدها، هي بتاعت الست والراجل اثناء سريان عقد الزواج. فلو حد فيهم توفى التاني ما يقدرش يستعمل الاجنه دي، يعني الست ما تقدرش تستعملها في عدم وجود زوجها.
فهي لازم يكون في هم لازم يكون هم الاثنين موجودين وهم الاثنين يمضوا ان هم موافقين الاجنه دي تتنقل. وانس لا قدر الله الزوج مات خلاص الاجنه دي ما بقتش بتاعتها هي ما تقدرش تستخدمها. لا الحكايه هي في حاجات بتحصل يعني احنا مره قبل كده شفنا موقف ان ست سحبت البيضات وزوجها ادى العينه والراجل اتوفى قبل النقل في اليومين دول. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو ادى العينه والراجل اتوفى والست كان في اجنه. كان في اجنه. كان في اجنه بس المفروض نرجعها خلاص نرجعها خلاص. خلاص ما حصلش ما يعتبر خلاص. خلاص ما فيش هو مش زوجها خلاص. مش زوجها دلوقتي توفى. القانون يمنع ذلك. يمنع ذلك والشرع يمنع ذلك. والشرع طبعا. يعني انا بتكلم على برضو مواقف بقى في الحته دي مهمه جدا لازم نكون احنا واخدين بالنا انه في نقاط قانونيه وشرعيه متعلقه بهذا الامر كثيره وكثيره جدا كمان. مهمه جدا الحقيقه. يعني ما ينفعش من غير جواز. لا ما ينفعش من غير جواز. ما ينفعش بويضات اجيب حيوان منوي من حد. لا ما ينفعش. وقت ما هي تستعملها لازم يكون في عقد زواج ساري. عشان نقدر نفك البويضات دي ونحقنها بالحيوانات المنويه. احنا مش هنجيب حيوانات منويه من اي حد ونستعملها كده. لازم عقد زواج ساري يعني. عشان لما يطلع حد مثلا يقول راي ومفروض ما يطلعش يقول ولا المفروض الحاجات دي تطلع على الشاشات. رأي عنده في خلل عقلي لكن من غير جواز ممكن يتم إنجابه ده كلام يعني ما يتردش عليه حتى كلام أتفه من أنه يترد عليه لأنه مش كانش المفروض أن النوعية دي من الآراء تظهر على شاشات تلفزيونية يعني ده أنا بتهيألي كده يعني إيه اللي يحصل بعد كده خلاص إحنا سحبنا البويضات بقى البويضات دي تعيش قد إيه طبعا هو تجميد البويضات حاجة مش بقالها فترة طويلة بس لو احنا قسناها على تجميل الحيوانات المنويه او الاجنه لا ممكن تعيش فترات طويله يعني ممكن توصل 10 15 سنه يعني 15 سنه ممكن تقعد 15 سنه يعني ممكن ست عندها 50 سنه تنجب ممكن. بس طبعا في مشاكل تانية بس هي ممكن تنجب ده ممكن تنجب لان الرحم ما بيعجز الميبت هو اللي بيعجز ايوه فاحنا نطينا الرحم احنا جملناها عند 35 سنه فنسبه نجاح الحقن المجهري عند 50 سنه بالنسبه للمريضه دي هي 45% الله عليها فعندها فرصه كويسه انها تحمل يعني يعني وهي عندها 50 سنه والله تمام يلا الرحم معجزه والبيضات بسن 35 سنه فخلاص يمكن جالها العريس في السن ده قول لها لا ثلاث محطات في مشاكل بقى اثناء الحمل والحاجات دي قصص ثانيه تنورت وشرفت وابدعت كالعاده ربنا يخلي حضرتك ونتشرف بوجودنا مع حضرتك دكتور ايمن شرف كبير لينا الاسم الكبير طبعا يعني من 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 العائله الكبيره المقام علميا وانسانيا بلا شك ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد أبو السرور أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقن المجاري بكلية الطب جامعة الأزهر والمدير الطبي للمركز المصري لأطفال الأنابيب وزميل جامعة مونبلي الفرنسية عضو جامعة الأمريكية والأوروبية لأطفال الأنابيب والحقن المجاري الاسم الكبير كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق التي تتحدث عن موضوع معقد جدا جدا ولكنه أمل لكل ست وكل بنت عندها مشكلة اجتماعية مشكلة معينة شرحناها بالتفاصيل الأمل وبارقة الأمل الكبيرة موجودة وهي التجميد فأرجو كل بنات العالم العربي أنهم فعلا يحطوه في جزء مهم في حياتهم تجميد البويضات وطبعا تجميد الأجنة خليكوا دايما مع الناس الحلوة صحيح أنه السمنة مسؤوليتك أنت اللي عملت هدف نفسك لكن مش دايما مش دايما بتبدا القصه عندك انت يا الناس اللي عندها صعوبه في التنفس اثناء النوم اللي هو بيشخر بالليل من كتر ما بيعرف لو نام كده يتخنق لو نام على ظهره يتخنق لازم تنزل وزنك ولازم يبقى عارف ان في خطه في شويه اكسجين مكثف بعد العمليه في مكان جاهز يعني